العمي العين عم حلان
الدراسات اثبتت ان كل قرار انت حضرتك بتاخده، كل قرار، خد بالك من قرار، انا قررت كذا، كل قرار بتاخده بيطلع من الباطن قبل الواعي بسبع ثواني. يبقى مين اللي بياخد قرار؟ الباطن. تمام؟ هو اللي بياخد القرار، وبناء على كده بيديها للواعي في الواحد يتصرف. انا لو خدت قرار امسك البريمتر ده دلوقتي خلاص، يبقى القرار اصلا كان طالع من فين؟ من الباطن. فبناء على كده الواعي خده وبدا ان هو ينفذه. طيب بدي ان هو يقيس سرعه ما بين الباطن والواعي. ايه سرعته في الثانيه؟ سرعه اللف بتاعته. لقوا ان الواعي 40 بت، البت دي الوحده بتاعته، وحده القياس. 40 بت في الثانيه، لقوا ان الباطن 40 مليون بت في الثانيه. يبقى الحجم ما بين الاثنين ازاي؟ مفيش مقارنه كده. شكرا. مفيش مقارنه. ده 40 بت، ده 40 مليون بت في الثانية. فكده مفيش مقارنة، صح ولا غلط؟ يبقى مين الأكبر لغاية دلوقتي؟ هو الدهي ده، الباطن أو الواعي. نعم يا حاج. ماشي. الكارثة الكبرى إن العلماء أثبتوا إن الباطن بيتكون من 95 ل 99% من مشاعر وأحاسيس. يعني هو أصلاً عبارة عن إيه؟ عن مشاعر. هو عبارة عن إيه؟ عن مشاعر. يبقى كل احساس بيجيلك دلوقتي او بيجيلك وانت قاعد طالع من فين؟ من البطن. تمام؟ عشان كده الواعي ميبقاش مفسر الاحاسيس اللي جايه دي ليه؟ يبقى برمجته هتتم عن طريق ايه؟ مشاعر. ايه الاحساس اللي انت هتدخله البطن دلوقتي؟ ايه الاحساس اللي انت هتدخله لعقلك دلوقتي؟ بناء على كده هيبقى سلوكك وهيبقى افعالك اللي انت هتقدر تعملها. طيب هو المتحكم الداخلي لجسمك، ودي هنتكلم عليها السلايد الجاي. اي فعل في البدايه، اي حاجه انت هتعملها في البدايه حاجه حركيه، بيبداها الواعي، تكرارها بينقلها للباطن. زي السواقه بالظبط، السواقه في البدايه، سواقه العربيه، اي فعل، اي مهاره جديده محتاجه ان الواعي يكررها ايه؟ اكتر من مره، مع تكرارها تتنقل للباطن. مجرد ما تنقل للباطن بيعملها اوتوماتيك، ومن هنا بتتكون العادة. العادة ايه؟ فعل في البداية كررتها كتير، اترمت للباطن، شكرا، الباطن بقى يعملها واحدة. يبقى اللي عايز يغير عادة بيبقى امره فين؟ يبقى نمط الهزهزة ده اللي عملناه وبدأنا ان احنا نغير الصورة، احنا كنا بنغير في الباطن. تمام؟ طيب ازاي العقل الباطن متحكم في جسمك؟ وهنا هنفضح شوية حاجات كده للأسف يعني. ماشي؟ شوية آلام لو بدأت أنت تشتكي منها، أو بدأ حد حواليك يشتكي منها، اعرف إن في شعور داخلي معين هو اللي أذيه. يعني مثلا بدأت لكم بألم، الألم يعني مثلا إيه؟ ألم الأذن اللي أنا كنت فيه. ألم الأذن ده حاجة من الاتنين، يا في خلافات مع ناس قريبة، يا إلا أنت بتسمع شكوى كتير. شكوى مين؟ من غير دي حاجه خارجيه. انت بتسمع شكوى كتير، او الاغلب في خلافات في المحيط بتاعك. اذا كان في الشغل، او اذا كان في البيت، وكل ما كان اقرب الدايره كل ما قلنا بتضرب اكتر. يعني بوشرك. تمام؟ طيب الارق. الناس اللي بتجيلها ارق ما بتعرفش فيها. عدم الرضا عن انجازات النفس. ده مش راضي عن الحاجات اللي هو بيعملها، مش شايف ان في انجازات بيعملها، فبيضطر يجي له حاله من الايه؟ من الارق. يبقى لما حد يجي يشتكي لكم انا عندي ارق، اول حاجه تنور في دماغكم انت مش راضي عن نفسك. او بمعنى اصح مش راضي عن انجازات نفسك، عشان نحددها بس مش تمام. اعطيكم الله اسهال. الناس اللي بتشتكي من اسهال، حد عايز يتخلص من الماضي، رغبة التخلص من الماضي، أو بيفكر في الماضي كتير؟ لا، هو يفكر في حاجة، وإن هو نفسه يتخلص من الماضي ده حاجة تانية. تمام؟ طيب لما لو أنت كتير في مشاكل أسرية أو في العمل عنده مش نافع فيها حوار. اللي بيشتكي الناس اللي عندهم انفلونزا كتير. تمام؟ يعني كل ما بيطلع منها الصيف شتاء الراجل عمال يتخبط فيه. في مشاكل اسريه او مشاكل في محيط العمل بتاعه، بس للاسف
ان الكلام والحوار فيها مش نافع. فده بيتم ان هو بيثبت الاحساس ده فبتضرب عنده صوره الميلانزم. طيب الام العظام الناس بتشتكي على طول من العظم بتاعها ايا كانت، مش قادر ان هو يتحمل الظروف اللي هو فيها. الناس اللي عظامها كل شويه بتشتكي الظهر، الايد، الرجل، واه يما واه يابا تمشي. الكلام ده كله في ظروف، في ظروف هو موجود فيها مش قادر يستحملها. على فكره الحاجه دي بتتم على مستوى اللا شعور، يعني الواحد هو مش واخد باله. انا حضرت نشوف الاحساس اللي ابتدى يتسرب بالعقل الباطن بدا يعمل ايه في الجسم. طيب ايه تاني؟ عزوك الله امساك من وش الله. الناس اللي عندها امساك دي ناس مش عايزه تتخلص، العكس بالعكس بتاعي. دول الناس اللي بتشتكي امساك كتير اكتر ناس بتعبنا في التغيير. لان هو مش عايز يتغير. هو مش عايز يتغير. تمام؟ هي مش عايزه تتغير. مش عايزه. فدي على طول بتشتكي ربنا يعزكم امساك كتير. تمام؟ سيلان الانف، بكاء داخلي. الناس اللي عندها سيلان انف، بكاء داخلي، ده قلبه موجوع قوي. قلبه اتوجع اتوجع فمش قادر ان هو يتكلم. انسداد الانف، عدم ادراك قيمه الذات، مش حاسس بنفسه. مش حاسس بقيمته. شايف ان هو مش ولا حاجة أو بمعنى أصح يعني. أنت الرغم ممكن الناس تقول ده أنت كذا ده أنت ولا ولا لا. الناس دي بتشتكي على طول انسداد الأنف. الأعراض دي بتكون دايمة يعني؟ كتير. أنت فاهماني؟ أغلب الأحيان. أنا مش عايز أقول عرض واحد، أنا مش عايز أقول مرة واحدة تكفي. لكن خلينا واقعيين، نقول كتير. الناس اللي بتشتكي على طول، ربنا يعزكم عدم انتظام الدورة الشهرية وتحفظوها. الخوف من فقدان اهتمام الآخرين. ودي بتيجي البنات كتير جدا بالذات سن 17 سنه 18 سنه. تبتدي تروح لدكاتره وتبتدي تبقى فيها مشاكل ما بعدها مشاكل. الدكتور الشاطر او الدكتوره الشاطره بتروح محولها على اخصائي نفسي على طول. ده هي الطبيعي ما فيهاش حاجه. والدكتور اللي بيبقى حابب علم النفس بيبقى عارف الموضوع ده. ان هي خايفه او فعلا بدات تفقد من الاهتمام اللي حواليها. التنفس، تأنيب ضمير. يعني ايه تنفس؟ مشاكل في التنفس. ممكن يبقى نفسه كتير مش عارف ياخده وعنده مشاكل تصلب فيه، بيخش بقى في امراض صدريه. تمام؟ ده فيه بيبقى صغيرين في السن يخش في رجل ويخش في حاجات صعبه كده يعني. ده مش تأنيب ضمير، ده ماسك نفسه كده بزاويه وعمال يجلدها. والله فكل ما يبقى عنده تأنيب عالي كل ما القصة هنا معاه بتتضرب. طيب الرقبة عنده إحساس إن الحياة عنده كل ما يعمل حاجة يفشل. أو خايف يفشل. وده بقول النهارده. تمام. الرجلين خوف المستقبل. اللي خايف من المستقبل رجليه من غير مجهود يعني مش بقول لك هي بتلف ولا هو بيلف كتير، لا عندي وجع وروح للدكتور. يا بابا انت لسه صغيره على وجع ركب. يا بابا انت جالك وجع ركب منين؟ والله العظيم تيجي ناس مثلا بعمل لها مثلا جلسات ايمرسون تيجي ببص يا فندم يعني بنعرف شنطه الركبه من نقطه كده معينه في الركبه فبتيجي احط فيها مفيش السايب. يا نهار اسود انت خايفه من بكره ليه؟ دي اول كلمه. انت خايفه من بكره ليه؟ ايوه انت خايفه من بكره ليه؟ تبتدي بقى ايه؟ تقول البلاوي بقى. تبتدي تحس انها بترجع قدامي. طبعا احنا كلنا عارفين ان السكر بيسوي الزعل اللي هي فقدان السعاده. دي اكتر حاجه احنا حاصلين في مصر. يعني جاله سكر ايه ده وانت كنت زعلان؟ احنا حفظناها كده يعني والكلام ده صح؟ صداع نبض ذاتي عنيف. نبض ذاتي عنيف. يحصل بقى ايه بقى؟ نقد ولا نقد؟ نقد. انقلي نفسك. اللي هو ايه بقى؟
كنت في فرح ولا كنت في مشوار، كنت قاعده مع حد والمفروض كنت عملت رد الفعل الفلاني فما عملتهوش. استرجعت البيت يا عيني، بتطلعي عين اهلك تمام، ويا ريت ان هو 5 دقايق وتعدي ابدا. ده تاخد يوم واثنين وثلاثه واربعه، وناس تاخد معاها شهر وخمسه على موقف واحد، وناس تاخد معاها سنين للاسف. كل ما تنقضي نفسك كل ما راسك تضرب. كل ما تنقضي نفسك، عشان كده في ناس يعني تلاقيهم المسكن في جيبهم. تمام؟ ليه المسكن في جيبهم؟ اصل انا مصدع كتير. طب خف شويه على نفسك، يقول لك نعم. ايوه خف شويه على نفسك. شكل الأمر كله مضروب. نفس الفكرة،
فتخيل ان هو كل الشغل اللي بياخده من الفايلات والمعلومات اللي عنده بيحطها في الجهاز، الجهاز ده بيشتغل على ايه؟ ما بيشتغلش الا على ايه دور الجهاز ده؟ الجهاز ده هو المتحكم فيه. بس بيتحكم بناء على ايه؟ على المعلومات اللي داخله. الجهاز ده زي اي جهاز في الدنيا بيشتغل ببرامج او القوانين. بناء على القانون هو بيشتغل عليه. لو الجهاز بتاعي ده ما عندوش الباور بوينت انا مش هعرف اعمل الباور بوينت ده صح ولا غلط؟ نفس النظام. لو مش محمل جهاز عندك هنا او فكره اسمها التغيير، ده مش هيشتغل عليه. للاسف طبعا 80% ده يمكن بره مصر، احنا بره مصر عندنا النسبه دي، يعني جوه مصر عندنا النسبه دي الحمد لله. يعني 80% دي ما بتنفعش معانا اصلا يعني. اه 80% دي مش بتاعتنا يا جماعه، هنكذب بعد ال 100 احنا دي يعني احنا يعني مش محتاج تحسين زي الثانويه العامه، احنا عدينا اصلا. طيب اكتر اسطوانه طبعا بنشغلها ايه؟ باكات. لدرجه ان هي بتشتغل لوحدها. صح؟ احنا مش محتاجين نحط اسطوانه خالص. يعني احنا في عز الفرحه ونبقى فرحانين وقاعدين في فرح. ربنا يجعله خير. صح؟ انا حاسس ان في حاجه هتحصل النهارده. اصل ما فيش فرحه بتكمل. انا لازم اتاكد عليها النهارده. صح ولا لا؟ صح. فعلا بيتاكد عليك سبحان الله. والنهارده حطيت لك جهاز كده اشتغل. طيب. قوانين العقل الباطني يا جماعه هم 670 قانون. ده اجمالي عدد القوانين. احنا مختارين فيهم ال 10 الكبار. اللي هم لامين 670. ال 10 الكبار في قانون انت بتعمله فبيترد عليك بقانون اوتوماتيك. يعني في قانون انت المسؤول عليه فبيترد عليك بقانون اوتوماتيك. اشهر قوانين العقل الباطن قانون الجذب. وده للاسف شرح غلط. شرح غلط، احنا هنشرحه النهارده. يعني ايه قانون الجذب وبيجذب ازاي وبيدك ميرفي ازاي، وحتى في كتاب اسمه سر بيتكلم عن قانون التجاذب وعن قانون الجذب وعن ميرفي. ممتاز ممتاز ممتاز، بس ما دخلش عقل ناس كتير. سر سر تمام. لمين؟ مجموعه من العلماء ومجموعه وهم اللي عملوا الفيلم. فيلم على اليوتيوب اسمه فيلم السر مدبلج. عاملين نظام دبلجه حلو خالص. انت بتقطع حلو ايه؟ سر ده. فيلم السر. نفس الكتاب برضه، بس اللي عايز يقرا الفيلم يقراه واللي عايز يقرا الكتاب يقراه. طيب مجرد ما تفتح عينك كده بسم الله ما شاء الله الله اكبر تدير ايه تسمي بسم الله. تمام. بيشتغل مع قانون، القانون ده اسمه نشاطات العقل الباطن. القانون ده بيقول لك ايه؟ ان اي فكره انت بتبتدي تحطها في عقلك بتكبر وتتسع من نفس النوع. تاني، اي فكره انت بتحطها في عقلك زي البذره بتبتدي تكبر وتتسع معاك من نفس نوعها. زي ايه مثلا؟ هل في يوم لاحظت مثلا عربية معينة عجبك؟ موديل معين؟ بدأت تمشي في الشارع مش بدأت تشوفها كتير؟ صح؟ تفتح الفيس تلاقيها في وشك؟ لا، المشكلة الأكبر إنك تتفرج على فيلم ولا مسلسل تلاقيها. الله، هي كل الناس دي جابت العربية لو حضرتك قلت عليها مثلا أو لفت نظرك يعني؟ لا، هي كانت موجودة بس عقلك بدأ يخليك تخد بالك منها. نفس الفكرة، انت صاحي النهارده كالعادة انك مخنوق ومتضايق ومش طايق نفسك. ايوه تمام. مخنوق ومتضايق ومش طايق نفسك وبدأت تقول ربنا يستر اليوم ده. انا حاسة ان النهارده هتحصل حاجة. عقلي بيقول لك شبيك له ايه اللي بيحصل؟ اللي بيخليكي فعلا تلاحظي حاجة. يعني لو لاحظت نكت حطيت كده نكت الصبح بسم الله ما شاء الله لازم تلاحظيها. اه لازم تلاحظيها. يعني حضرتك يعني لو متجوزه في البيت هتلاقي جوزك مكشر وقدام 6 سنين. تمام؟
او هتلاقي بابا او ماما في البيت وعماله طبعا تصوت عليكي، قومي يا دي كذا ويا دي كذا ويا دي كذا، تكتب عليكي من اول يوم. صح؟ مش عايزين نقول الفاظ مش كويس. المهم كلكم عارفينها يعني. فابتدي خليك تلاحظها. لاحظوها كده يا جماعه، لما تبقى مخنوق وممكن تتصل بحد، سبحان الله تلاقيه مخنوق. ولو ما اتصلتش تلاقيه هو اتصل بيك بيقول لك انا مخنوق. خلاص؟ ايه اللي بيحصل عقلك بيخليك تلاحظ الحاجه اللي انت حطيتها؟ فخدوا بالكم يا جماعه، انتوا بتحطوا ايه في عقلكم؟ والله ما بحط حاجه. هو بيتحط لوحده. ايوه هو اللي بيتحط لوحده مع نفسي. ده الفكره بتيجي، ما بعرفش انا كده فكرت الفكره تيجي ازاي. حلو قوي. فكرت الفكره تيجي ازاي؟ يعني مش عارفه تيجي ازاي. تيجي ازاي؟ ايوه. طيب هنقول النهارده بتيجي ازاي. بس كويس انك بدات تلاحظي. يعني ملاحظه بدايه يعني لحد ما. في ناس مش بتلاحظ. ما هي قاعده. صح؟ مش عايزه تلاحظ. طيب. بعد ما بيشتغل القانون ده بينتج عليه على طول قانون ثاني اسمه التفكير المتساوي. نشاطات العقل الباطن اشتغل، القانون الثاني بدأ معاك بيقول لك ان اي فكرة انت هتفكر فيها بعد ما تكبر وتتسع بيجيب لك اخواتها. وصلت ل 90,000 فكرة خلال اليوم. يعني حضرتك متنكد وقرفان هيقول لك شبيك وبيك حاضر، لازم يديك خلال اليوم 90,000 فكره تؤيد ان انت قرفان وانت متضايق وان انت يعني براحتك كده حضرتك غلط. شبيك وبيك. شبهوا العقل الباطن بالمصباح السحري. اللي تطلبه بتلاقيه. بسبب البرمجه بتاعتنا ان احنا ما شاء الله بقى لنا كتير في الدنيا، يعني عدينا ال 20 سنه، كلنا عدينا ال 20 سنه هنا صح؟ احنا عدينا ال 20 سنه بعد 30 والدنيا دي كلها تمام، فشغالين بسم الله ما شاء الله على برامج ايه سلبيه زي العسل، فالعقل خلاص اتعود. فبتيجي تحاول مع نفسك دلوقتي ان انت تحاول تدخل فكره جديده مش عارف. بتحاول مع نفسك دلوقتي ان انا احاول حتى ادخل شعور جديد مش عارف. بناء على ايه؟ بناء على البرمجه. انت حضرتك متبرمج على النجاح. يعني انت حضرتك التردد بتاعك مظبوط. كده بسم الله ما شاء الله على النجم تمام. يعني انت عارفين كل قناه بيبقى ليها تردد كان صح وقطبي ومش عارف ايه ولازم تحطها بس هات الحمد لله بقالي اكثر من 20 سنه مظبوطه على التردد ده. انا لازم انكد على نفسي. والله انا لازم انكد على نفسي. هل ينفع يوم يعدي من غير نكد؟ لا ما ينفعش. انا لو يوم ما عداش عليا ما نكدش فيه اقول خير ما بك على خير. او ما زعقتش. شوفي بقى. هو تردد قناة لازم يشتغل. لازم يشتغل. الفكرة بتخش عقلك او عقلك الباطن ازاي زي ما حددنا بياخدها يكبرها. بعد ما يكبرها الراجل عنده كتير كتير بسم الله ما شاء الله فبيجيب لك 90,000. في كتب كانت قالتها 60 لكن اخر دراسه بتقول 90. ايا كان 60,000 90,000 انت متخيل خلال اليوم بتجي لك 90,000 فكره؟ احنا مش هنعرف نلاحظ الافكار، احنا بنلاحظ حاجه واحده بس اسمها الشعور. عايز تعرف ايه الفكره اللي موجوده في دماغك؟ شوف الشعور اللي انت حاسس بيه دلوقتي. يعني انا لما بيجي لي احساس ان انا قلبي مقبول او مخنوقه ده بسبب فكره دخلت الاول. طب وايه راي حضرتك في الافكار اللي يعني بتكون يعني متعلقه بالاحضار؟ يعني ايه؟ يعني مثلا انا حاسه ان مثلا حد يعني قريب مني هتحصل له حاجه فبتحصل له فعلا حاجه. سيبك بغض النظر ان هو بتحصل له فعلا او ما بتحصلهوش تمام، بس ده بيبقى خوف داخلي عندك وعدم تمام. التنبؤات يعني مالهاش علاقه بالاصل. لا التنبؤات بس بتاعت الاصل كله قصه ثانيه خالص. قصه ثانيه خالص اللي انت بتتكلمي عليها. تمام؟ بغض النظر بقى ان انت مثلا جوزك هيحصل له حاجه فبتحسي ان فعلا حصل له الكلام ده كله هيجي بقى قانون الجذب اللي هو رقم 7. الجسم المادي ده رقم 7. انت حواليك 6 اجسام. بيقولوا عليها الاجسام الاثيريه.
الأثيرية. الأثيرية. أيوة. اللي هي الأورا أو الهالة. تمام؟ الأجسام الأثرية دي بتتكون من حاجة اسمها الكهرومغناطيسي. خد بالك من الاسم. كهرومغناطيسي. كهرو طاقة. كهرو يعني إيه؟ طاقة. مغناطيسي. بتشيل. طب يا ترى بتجذب إيه؟ خد بالكوا بقى من الخطورة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. كل فكرة حضرتك بتفكر فيها، ركزي معايا. تمام؟ كل فكرة حضرتك بتفكر فيها بتخرج من المخ عن طريق غدة هنا اسمها الغدة السنورية. الغدة دي زي الأنتنة بتاعت الموبايل بالظبط، وأنت رسالة داخلة طالعة بشوفها وهي داخلة طالعة ولا بتلاقي نتيجة بس في الموبايل؟ لا بشوفها في النتيجة. النتيجة بس لكن مش حاجة داخلة طالعة، صح؟ لا. طب حلو قوي، نفس النظام، أنت بتطلعي تردد نفس التردد بتاع الموبايل. التردد ده بيطلع في مسار من المسارات دي. وحسب قوة الفكرة بتبقى في الأول. بنات كتير مش بتتجوز. والدورة ما بتتجوزش ليه؟ أصل معمول لها عقد. عشان خلينا نتكلم على الثقافة اللي احنا موجودين فيها. تمام؟ يا رب يكون معمول لها عقد بجد. والله العظيم. ليه يعني؟ لأن القهوة للأسباب تتفك. القهوة للأسباب تتفك. تمام؟ فبتروح لشيخ مرة واثنين وثلاثة ودير واحد واثنين وثلاثة ولسه ما اتجوزتش. طب ايه اللي يا بابا اللي يحصل في الجواز؟ كل ما بيجي عريس بيجري او اصلا ما بيخشش البيت. عرفني هي مش وحشة وسمعتها كويسة وعيلتها تمام. الكلام اخر انا اتكلمت عليها قبل كده وهتكلم عليها تاني. ايه القدر وايه القدر؟ حجاج. نعم. يعني انا بتناقش على بتناقش. ايوه. طب خليك جاي. تمام؟ حسب قوة الفكرة اللي موجودة في البحث. انا هسألها سؤال واحد بس. انت مجرد ما اي عريس بيجيلك اول فكرة بتخطر في بالك ايه؟ تقول الموضوع مش هيتم شغلها، عشان كده هو ده اللي بيحصل. ايه اللي حصل؟ انه الامر اتكرر قبل كده، او مش معناه ان اول واحده هيجي لي في البيت كان الموضوع هيتم، صح ولا غلط؟ فحصل ضرب، اوكي؟ مفيش توفيق. فبدات تطلع فكره في دماغها، فبدات تتكون ان انا ممكن ما اتجوزش، ان انا ممكن سني اتاخر زي فلانه. فبقى ما عندهاش حسن ظن. فقبلت. فبقت ان اي حاجه تجيلها مش هيتم. فتفك وتتجنن وتطلع تمام وتفك وفير قبليها ومش عارف ايه وتطلع تقابل العريس وتمام وزي الفل. وفي اللي اكتر بقى ان هو يبقى موافق في الاول وبعد كده يقول لك انا مش عارف ايه اللي خلاني. الموضوع بعيد تماما تماما عن العالم الثاني. بينه وسحر وعين بيتكلم على جنب. يا ريت يا ريت يا ريت تبقى المشكله دي. في اكتر من كده اهو. يا ريت تبقى المشكله بينه وسحر وعين. الامور دي مش سهله. اتفه مما تتخيل. انت مش هتعرف ازاي يعني اتفه مما تتخيل. والله اتفه مما تتخيل. من الزلزال. من الزلزال. من الشخص نفسه اللي هو عايز يغير الفكره دي. ما هو فبقعد معاها. بقعد اغسل لها دماغها. وابتدي اشغل الخيال عندها. واشغل قوه عقلها الباطن على فكره الجواز. وانها يبقى عندها حسن ظن. وتديك كل الامر لله ومش ليها هي. يعني انت عارفه انك عايز جامد، استخرتي؟ لا. طب استخير وسيبه ان ربنا لو كان خير هيديهولك وكان شر هيبقى بعيد عني ب60 ده. صح؟ لما بتبتدي انها تسيب الامر لله ان هو اللي يختار سبحان اللي بيسر. دي اللعبه صراحه اللي بلعبها مع الكل اللي بتيجي تشتكي من موضوع الزواج. مش انها متعقده ان هي فعلا مش عايزه تتجوز، دي صريحه دي بتريحني. يعني انا زي بص انا مش عايز اتجوز خلاص ما تتجوزيش. ما تتجوزيش. ايوه خلاص. لا
لكن انت بتقولي انا هتجنن. انا هتجنن؟ كل عريس يجي ما بتمش. طب ايه اول فكره تيجي في دماغك؟ مش هتمشي. تقولي بعد كده اقول لك عاوزة نمشي رجيم، عاوزة نمشي رجيم، واقعد افكر انها خلصت. هي طلعت خلصت. لان احنا سهل جدا ان احنا نفكر سلبي اكتر من نفكر ايجابي. الامر سهل معانا. صح؟ طيب ايه اللي بيحصل لو حطيت في مدار المدارات انا مش واثق في نفسي؟ مش المدارات بس، خد بالك من الخطوره. انا لما هبتدي اتعامل معاكي انت بتخشي المدارات بتاعتي ولا بخش المدارات بتاعتك؟ لما ابتدي اتعامل في تعامل. وكلمه تعامل ممكن يبقى بالتليفون من اخر الدنيا. انا بخش المدارات بتاعتك وانت بتخش المدارات بتاعتي. الفكره اللي موجوده في المدار هي اللي بتحكم العلاقه ما بيني وبينك. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو حاطه فكره انك مش واثقه في نفسك كل ما حد هيعاملك مش هيثق فيك، ومن هنا تيجي المشاكل. رغم ان انت ما عملتيش ولا حاجه. طب تعال ناخد الاخطر. تعال ناخد الاخطر. الاشخاص اللي في حياتنا لو مرتبينهم في المدارات دي بس مرتبين غلط هتحصل مصيبه. ازاي مرتبين غلط؟ يعني لو حطيت في اول مدار شخص معين، سين، جوزي، مراتي، ابني، خلينا فاكرين في عيال، شوف خلينا الاصعب بقى. انت حاطه ان ابنك او بنتك هو رقم واحد في حياتك. 100% الابن ده هيكبر هيساعدكي. ليه؟ لان هو مجرد ما داخل المدارات بتاعتك لقى مين في الاول؟ لقى نفسه، فاوتوماتيك بيختار نفسه. دي حاجه بتتم عن طريق اللاواعي، خد بالكم من الخطوره هنا. تاني المدارات بتاعتي. انا حاطط شخص في مدار، حاطه قبلي، خد بالك. انا حاطه قبلي. يعني انا حاطط ابني قبلي انا. خلاص؟ سلام عليكم. ودي مصايب بتحصل مع امهات كتير. مصايب بتحصل مع امهات كتير. حاطه الابن قبلها. هيجي الابن يعاملها يعامل نفسه فنقول على الولد ده اناني. فتيجي تساليه يقول لك انا مش عارف كده، هي اللي عودتني. نفس النظام لو حطيت اي شخص قبلك في المدارات دي هيخش له سعيد. طب ثانية ماما لو يحط نفسه حط الله اكيد ثم نفسك. الله هتريحك في ايه؟ غصب عنه في قوة جبرية محطوطة في المدار ده والله ما هيقدر يدوس عليك. ان شاء الله هو لو كان مين؟ يقول لك يا اخي سبحان الله باجي عندك بضعف. انا مش قادر والله اقولها لك انا مش قادر اجي عليك. ترتيب المدارات دي هو ده اللي بيرتب لك الواقع. يبقى مين المسؤول عن الواقع؟ لا ثانيه، انا في سؤال. انت اللي حطيت. ما انت لو حطيت الله انت اللي اخترت. حطيت نفسك انت اللي اخترت. حطيت فلان انت اخترت. شوف بقى كميه الافكار اللي انت بتحطها. طب تعالى تخيل مثلا، وناس كتير قوي، انا مش بحب نفسي. ايه اللي بيحصل؟ ده اوتوماتيك. او لو حابب نفسي نص نص، بتبقى علاقتك حلوه قوي في الناس في البدايه بعد كده تلبس. لكن الناس بتتغير. اوكي الناس بتتغير، الناس بتتغير. فاكرين الصوره اللي شويه؟ شايف الاثنين دول؟ اثناء معاملتنا مع الناس كل واحد جواه الملاك جواه الشيطان. انت بقى هتجذب مين فينا؟ عارف هتجذب ازاي؟ عن طريق المدارات اللي جايه من شويه. ايه الفكره اللي انت حاططها؟ بناء على كده يا هتجذب الملاك اللي جواك يا هتجذب الشيطان اللي جواك. حتى بصراحه بحكيها كتير. اسمعوا عين شمس؟ القاهره؟ منطقه اسمها عين شمس؟ منطقة عين شمس دي فيها بلطجي. بلطجي ده محطوط ان هو A1. يعني ده
تمام؟ اسمه صبرا، ربنا يمسيه بالخير. المهم صبرا كنت انا الوحيد تمام؟ صبرا كنت انا الوحيد اللي اقدر اهزر معاه وامسك المطوه بتاعته وارفعها عليه، وكنت مش عايز اقول له بعمل معاه. صبرا ده اللي بيخش اللي هو ايه؟ اللي هو ممكن ياخد ارض وطعي يعني شغل بلطجه من الاخر. المهم الظروف عرفتني على الاخ رايق. احنا دلوقتي احباب جدا. خلاص؟ احباب جدا. الراجل ده قال لي باللفظ، باللفظ كده. انا مش عارف ليه مش قادر اجي عليك. انت الوحيد اللي مسموح لك تهزر معايا بالظبط. والله الذي لا اله الا هو. انا شفت رجاله ما شاء الله على الشبابيك بتخش مرعوبه بسفر. وانا قاعد بهزر وبضحك وبعمل اللي انا عايزه. تمام؟ مش عايز اقول بقى ايه اللي بيحصل. كل اللي فيها ايه؟ انا ما حطيتش صبره قبلي في المدارات. انا حطيت اللي انا مش هزكي نفسي اقول حاطط الله. لكن اقل حاجه اللي حاطط الامل. انت مش هتقدر تيجي عليا. ده اقتناع عن نفسي. مفيش حد هيقدر يجي عليا. مهما كان هو مين. خلصت. دخل المدرج غصب عني. ورجله فوق رقبته هيعاملني قبل ما يعامل نفسه. ولو في منافره قوي هيطلع بره حياتي. ثاني. ايه؟ انا عايزك تسيبيها تنطلق. هو اسيبه. او سيبه. ينطلق. تمام؟ انسيه انسيه ان هو موجود. ايوه ركز معايا كده. ثاني. ترتيبك لافكارك وترتيبك للناس هو ده اللي هيخلي الواقع بتاعك اذا كان كويس او اذا كان بتعمل 60. احذر انت حاطط ايه. ايوه في فعلا ناس انت مش بتعرف تطلع الملاك من جواك او مش عاملي انت فكرتك اللي انت حطاها انت بتطلعي الملاك اللي جواكي غصب عنك بينجذب. لو ما عرفش يطلع هيطلع بره حياتك. طب انا طبعا باخد وقت كتير جدا عمال اقنعني بالكلام ده. اقنعني؟ الوقت هيجي على حسب قوة الرغبة. هل عندي قوة رغبة بجد ان انا اغير المدارات دي؟ لا. شفت التغيير من جوه بيعمل ايه من بره؟ انتوا شفتوا ان انت اللي مسؤول عن الواقع بتاعك؟ شفتوا بيحصل ازاي؟ شفتوا انتوا ظالمين الله كتير؟ شفتوا انتوا كلمة القدر وكلمة النصير وكلمة هتضربوها مكتوب لي. انا هشرح لك التلاتة دلوقتي عشان ما تغيرش حاجة. تمام؟ ترجعي لنفسك. ايه هو القدر؟ ايه هو القدر؟ مجرد ما بقول لك كلمة القدر، إيه أول كلمة بتيجي في عقلك؟ من كل حاجة وحشة بتحصل لي دي قدر. مفيش شيء مربوط. حلو صح؟ طيب حلو. أنت بتقول قدر الله ما شاء فعل. والوحش شايف وحش. هل قلتها فرح؟ لا. شو بالكم الخطورة؟ أنت حاطط كلمة قدر إيه في دماغك إلا اللي هيسلمك؟ شيخ طب حلو. طب أنت عارف، أنت عارف إن القدر يحمل حاجتين وهو نازل، خير وشر. أيما يحدث قال لك اللي أنت هتفكر فيه. عشان كده في الحديث القدسي أنا عندي ظن عبدي. ويعني ايه انا عندي ظن؟ ايه انت هتفكر في ايه؟ ان كان خيرا فهو ايه؟ هو براحتك. براحتك. فهمتيها ازاي؟ اي حاجه بتحصل لك في حياتك هي قدر بس حامل حاجتين. خير وشر. وشر. ايام ما يحدث
اللي انت هتفكر فيه. يبقى كده ربنا برضو مقدر علينا ايه؟ الخير. اللي انت هتختار، اختار حياتك، ده اول حاجة، ده اول حاجة. تمام؟ طيب ايه هو المكتوب؟ هل الكتابة اللي مكتوبة كتابة علم غيب الله ولا كتابة وجوب حدث انه لازم يحصل؟ علم غيب، صح؟ مين متفق على علم غيب؟ مين متفق على انه لازم يحصل؟ علم غيب، علم غيب، علم غيب. طيب ايه ليه؟ سلام عليكم. طيب ماشي ماشي. تمام. المهم متفقين على علم الغيب ولا حد عنده ان هو لازم يحصل، المكتوب لازم يحصل؟ لازم يحصل؟ لازم يحصل ولا علم الغيب؟ ريحتيني. تمام؟ لازم يحصل ولا علم غيب؟ اسال سؤال، اسال سؤال. لو هو مكتوب انه لازم يحصل هتحاسب على ايه؟ هو حاجه مكتوبه غصب عني، مسكتك قتلتك دلوقتي مثلا، تمام؟ هتحاسب على ايه؟ غصب عني. هي العلماء عملهم اختلفوا اساسا اذا كان البني ادم مصير ولا مخير. لا هو مش اختلاف. لا في تمام. هو في اثنين، في مجموعه قال لا مصير في امور ومخير، وده الارجح انه مصير في امور ومخير في امور. تمام. وهبينهم نجدين. ما هو يعني في حاجات انت ما تقدريش تغيريها. تمام. ما هو سؤال هنا، سؤال انا اديتك دلوقتي مثال بسيط. مسكت واحده طيب، بص حاسب عليها، هيمسكني يوم القيامه هيحاسبني عليها. انا عارف انه ما هو مكتوب عليا، يعني احنا بنقول عني، احنا انت بنقول كلمه مكتوب، انت بتقول كلمه مكتوب، مش عايزه اشرب الموكا عشان نتطبق. صح. انت بتقول كلمه مكتوب لما لما ما تحاسبش عليا، لما ما تحاسبش عليا. اي شيء ما الناس، انت بتقول كلمه اصل ده مكتوب عليا. ما هي لما كتبوا الذنب مش يعني بتخلي اذا كان هيحب يموت. لا كتاب الذنب. اوكي اوكي، هو الموت من ضمن الحاجات اللي انا ماليش شايف فيه. ايوه. الراجح ان في حاجات معينه زي ما قلتي دي انا ما اقدرش فيها، يعني امتى اتولد؟ امتى اموت؟ حلو كده؟ امتى اخلف مثلا؟ تمام؟ ماليش شايف فيه. خلاص؟ أيوة. لكن باقي الحاجات اللي انا هيتم محاسبتي عليها، هل هتحاسب ان انا ولدت امتى؟ لا لا. هتحاسب انا مت امتى؟ لا. لكن ايه اللي في النص؟ العمل. صح؟ حلو قوي. العمل ده بقى هل ربنا كاتبه عليا انه هو طول ما كتبه لازم يحصل، ولا هو كاتبه عشان هو عالم الغيب؟ لا عشان هو عالم الغيب. احسن لكم. هو ده اللي انا عايز اوصله. الكتابة اللي احنا عارفينها كتابة ان الله عالم الغيب. هديكم مثال بسيط. ام الثلاث اولاد احمد ومحمد ومحمود، فجت قالت لي ايه؟ انا هدي 10 جنيه لكل واحد، بس انت عارف احمد هيصرف 10 كلها، محمد هيشيلها، محمود هيصرف نص ويخلي نص. 10 دقايق الثلاثة عملوا نفس النظام. ايه ده؟ انت عرفتي منين؟ انا مربياني. صح؟ طب احنا بنقول عن المربي ايه؟ خلاص؟ معاك. وعلى فكره ساكن اسمه. عايزني؟ الحمد لله بارك الله فيك يا عم. Thank you.
وصل مكتوب كده ولا لسه؟ وصل. هنظلم الله تاني؟ لا. هنتهم الله تاني؟ لا. هنتهمه؟ ده غصب عني، اصل هو اللي كاتب عليا كده. ليه يا رب كده؟ عملت ايه انا؟ مش عارفه. انت عارفه انت بتقولي كلمه صعبه قوي. ليه بتعمل فيا كده يا ابو نزرة؟ يلا لا على فكره اغلبيتنا ايوه انا سبحان ان هو اعلم من النوايا. سبحان ان هو اعلم من النوايا. هو عارف نيتي بس في ناس بتقولها ان هي بتلومه. وان انا عملت فيك ايه فانت بتعمل فيا كده؟ ما ممكن انا الومه علشان انا شايفه ان هو اقرب حد ليا وهو رب اللي شايف هو اللي عارف حياتي. فليه انت عارف ظروفي؟ انت عرفتي بقى، انت عرفتي ليه الموقف ده؟ انت عرفتي دلوقتي ان حياتك انت مش ملكه وهو وصلها لك عشان يحاسبك عليها بعد كده. يعني انت اللي بتعمل نفسك كده. بس حتى لو كان انا قلت بس الجمله دي، فانا بتعامل مع علاقتي بربنا دي، علاقتي انا هو. يعني ما حدش ليه علاقه بدعوه. ما انا بقول لك سبحانه 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 ان هو اعلم من نواياك. بس خدوا بالكم من الالفاظ اللي بتطلع عشان ممكن توديكم في 60 داهيه. كلمه واحده بس هتبقى صاحبها في النار. لما قال الحديث ان هو كلمه القاها ومش في باله حاجه. ولم يلقي لها بالا. خدوا بالكم من الالفاظ اللي بتتقال مع بعض. لازم تعرف إن حياتك ملكك. تستعين بالله دي حاجة، وإنك تفتكر إن هو اللي مشيلك كده الحياة دي حاجة. أصل هو لو مشيلك كده الحياة يبقى حاشا لله إن أنا أقول عليه إن هو ظالم. أصل هو ممشي فلان ومشي فلان ومشي الكل صح؟ طب ده غني وده فقير. صح؟ فين العدل هنا؟ فين العدل؟ خد بالك احنا هنبتدي نخش في ايه بقى؟ خد بالك هنبتدي نخش في ايه؟ ان التفكير ده ممكن يوصلنا ايه؟ يوصلنا الالحاد على طول. ودي الموجه اللي طالعه الايام دي. عشان ما فيش حد بيعرف يرد على الناس دي. ولما كده تبتدي تزنقوه وتبتدي تساله اسئله هم اللي مش عارفين اجابتها. لما حضرتك مش عارف اجابه السؤال تسالوه ازاي؟ طبيعي لما اسالك سؤال دلوقتي انا والحاضر بسالك سؤال طبيعي ان انا عارف الاجابه صح ولا غلط؟ تخيل بقى ان انا مش عارف الاجابه صح، هعرف الاجابه الصح منين؟ صح ولا غلط؟ طيب بنحط ايه تاني في حياتنا؟ انا فاشل. حاولت في حاجة حلوة أوي في التنمية أنا بحبها، إنك مش حاسس بفشل.
حاجة اسمها تجربة. طيب ماشي. الفاشل اللي هو ما حاولش بعد كده. يعني التجربة بتكلمك ايه تجربة؟ تمام؟ ماشي؟ لكن اللي ما حاولش بس ما شاء الله اللي حوالينا يعني انت فاشل انت مش انت ما شاء الله الله اكبر مين اللي بيسمع المدارات دي؟ انا انت اللي سمحتي من هنا ان يخش هنا ده مهمته المحارس يعمل عمليه فلتره للي داخل فحضرتك انت فاشل حاضر انا ماشي والله ما كسرانش ليه صح؟ انت يا اختي مش نافعه باي حاجه حاضر مش نافعه باي حاجه وانت 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 طبعا الامهات بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب يلا يا يعني كاتب يلا يعني ايه الهدف من الكلمات السلبيه اللي بي ايه الهدف يعني انا هتحسن لما انت مثلا في دراسه بتقول لك ان انت من عمر يوم لعمر 18 سنه بتستقبلي 148 الف رساله سلبيه الايجابي طلع كام؟ اعلى واحد ما عداش 600 كم مره قال لك يا حماره؟ يوه صح؟ لدرجه لو حد نداها في الشارع تبص صح؟ من كتر العقل اتبرمج عليها ما شاء الله هو ده انا مفضوحه للدرجه دي مش مفضوحه بس كل ده من نفس ذات الكاس يعني الطفل وهو صغير كل ما يديله كلام ايجابي كتير كل ما يطلع شخصيه سويه. خدوا بالكم من الاطفال. خدوا بالكم دول مش حاسس ما بيفهمش. الطفل بقى ست سنين بيعيش باللاوعي ولما نيجي نخش بقى في الدور الصح النفسيه وناخد التحليل وقطعه التحليل. ان شاء الله خلص على طول البرمجه دي نخش على طول الصح. احنا كده برمجه لغويه عصبيه. دي خمس محاضرات. هقول لكم سر. السر ده بيتعلق بالاختبار اللي احنا خدناه البصري والسمع والحسي. الانسان البصري وكل ما عليه درجه البصري هيتم تغييره بالبرمجه. في ناس هتيجي مع البرمجه مش راكبه معاها. هتبتدي تتخانق. حاطين بعديها الصحه النفسيه للموبايل السمعي. الباراسايكولوجي تلعب على الحسي. طب يعني ايه معناها؟ بالعربي باراسايكولوجي القوة الخفية للجسم. القوة الخفية للجسم. القوة الخفية للجسم. تمام. هروح خلاص. طب اروح؟ لا خلاص يلا. تمام؟ فقالي نظام ابتدائي ده مش عايز يجيب خالص يعني. هتلاقي كانت سرحانه تمام فهي عملت حركه لا اراديه كده هي دماغها حاجه في حته ثانيه. المهم ده لو انا المهم فادي مستغربين
بيتك صح؟ طيب كل ما بتحط فكره